أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. نبدأ جولتنا من صحيفة الغارديان مع مقال رأي بعنوان: بعد إزهاق أرواح مليون شخص لا يمكنني أن أغفر ما فعله الإرهاب الأمريكي ببلدي العراق. كتبه الأكاديمي والروائي العراقي سينان أنطوان. يأتي المقال بمناسبة ذكرى مرور 20 عاما على الغزو الأمريكي للعراق، ويضيف الكاتب: لقد تم تبرير الآثار المميتة للحرب على أنها آلام المخاض الضرورية لعراق جديد سيكون دولة نموذجا في الشرق الأوسط، لكن الوعود وخطط إعادة الإعمار أصبحت ثقوبا سوداء لمليارات من ثروات العراقيين. لقد أدى الغزو إلى قيام عراق جديد، مكان يواجه فيه العراقيون يوميا الإرهاب والقمع. لقد تم تبرير الآثار المميتة للحرب على أنها آلام المخاض الضرورية لعراق جديد سيكون دولة أنموذجا في الشرق الأوسط لما يمكن أن يقدمه رأس المال العالمي والأسواق الحرة. واستفاد دعاة الحرب الأمريكيون أنفسهم من الحرب. لقد أدى الغزو إلى قيام عراق جديد، مكان يواجه فيه العراقيون يوميا عواقب الحرب على الرعب الإرهاب. العراق الجديد الذي وعد به دعاة الحرب لم يجلب ستاربكس أو الشركات الناشئة، ولكن جلب السيارات المفخخة والتفجيرات الانتحارية. يوجد اليوم 1,200,000 نازح في العراق، معظمهم في المخيمات، وقتل ما يقدر بمليون عراقي بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة للغزو وتداعياته. ليس الكيان السياسي فقط هو الذي أصبح مشوهاً، بل الجسد نفسه. اليورانيوم المستنفد الذي خلفته قوات الاحتلال ارتبط بتشوهات خلقية لا تزال حتى اليوم، خاصة في مدينة الفلوجة حيث ترتفع معدلات الإصابة بالسرطان. وإلى تقرير آخر نشره موقع بي بي سي البريطاني، جاء فيه: كان عام 2003 بمثابة كارثة على العراق وشعبه، فتداعيات ذلك الغزو شكلت حياة الملايين وأفسدتها وغيرت شكل بلادهم بشكل جذري. لقد أطلق الأمريكيون اسم الصدمة والذهول على الغارات الجوية الموسعة التي بدأوا بها هجومهم، وخدع المحافظون الجدد المحيطون ببوش الابن أنفسهم، متصورين أن الديمقراطية والاستقرار الإقليمي يمكن فرضهما بالسلاح. إن القوة الأمريكية الساحقة لن تحمي أمريكا فحسب، بل ستحقق الاستقرار في الشرق الأوسط أيضا. بحلول عام 2003 أعمى غضب أمريكا وغرورها بقوتها الرئيس بوش الابن عن الحقائق التي جعلت والده يحجم عن غزو العراق. وعندما فشلت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في إقناع مجلس الأمن بتمرير قرار يمنح تفويضاً واضحاً بالغزو وتغيير النظام، زعم كل من بوش وبلير أن القرارات السابقة تعطيهما التفويض الذي كانا بحاجة إليه. لا يواجه أي رئيس أو رئيس وزراء قراراً أعظم شأناً من قرار الدخول في حرب، وقد انخرط جورج بوش وتوني بلير باختيارهما في حرب راح ضحيتها مئات الآلاف من القتلى. وسرعان ما تبين أن مبرر الغزو كان باطلاً، الإرث الجيوسياسي لغزو العراق لا يزال يشكل الأحداث في الوقت الراهن. والأمريكيون قلبوا ميزان القوى لصالح إيران، والميليشيات التي تسلحها إيران وتدربها من بين أكثر القوات نفوذاً في العراق حالياً ولديها من يمثلها في الحكومة. فيتنام النسخة الثانية: كيف أثر غزو العراق في عقيدة الجيش الأمريكي وثقافته القتالية؟ في هذا المقال المنشور في مجلة فورن أفيرز يجادل بيتر منصور، الكولونيل المتقاعد في الجيش الأمريكي والذي خدم سابقاً في بغداد، أن الغزو العراقي كان فيه تأثير شبيه بحرب فيتنام على الجيش الأمريكي، حيث نقل تركيزه من الحروب التقليدية إلى فضاءات الحرب غير النظامية ومكافحة التمرد.
لقد تخبطت العمليات العسكرية الأمريكية في العراق السنة تلو الأخرى، بينما أخذ القادة العسكريون يدركون طبيعة الحرب التي وجدوا أنفسهم في أتونها. غزت الولايات المتحدة العراق قبل 20 عاماً وأطلقت العنان دون أن تدري لصراع طويل من أجل الاستقرار والأمن في البلاد. لقد توقع الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن ووزير دفاعه دونالد رامسفيلد حرباً خاطفة وقصيرة تنتهي حالما تطرد القوات الأمريكية صدام حسين، وراهن الكثيرون على أن الجيش الأمريكي سينفذ بسرعة وبراعة عبر خطوط الجيش العراقي بقواته المتفوقة تكنولوجياً في تدخل سريع ينتهي بالسيطرة على بغداد. ولكن بدلاً من ذلك فإن الافتراضات الخاطئة أدت إلى اندلاع انتفاضة شرسة أثبتت الأيام أن هزيمتها صعبة جداً. في أعقاب معركة الغزو الأولى وجد الجيش الأمريكي نفسه واقعاً في شرك معركة مشابهة لتلك التي خاضها في فيتنام في 60ينيات و70ينيات، وقد بدا لأول وهلة بعيد غزو أفغانستان والعراق أن هؤلاء المنظرين على حق، فقد تحقق هدف تغيير النظام الحاكم في البلدين بسرعة وبتكلفة ضئيلة من دماء الجنود وأموال الخزانة الأمريكية، بيد أن أحداً لم يمعن النظر فيما هو قادم، وسرعان ما تحول الاحتلال الأمريكي للبلدين إلى فوضى. وإلى تقرير نشره موقع الجزيرة نت تحت عنوان 20 عاماً على غزو العراق أحدثت تقديرات تكلفة الحرب منذ 2003، جاء فيه أن الدمار الذي لحق بالبنية التحتية المحلية والعواقب البيئية بما فيها انبعاثات غازات الدفيئة التي تسبب ظاهرة الاحتباس الحراري المرتبطة بالحرب سيستمر لفترة طويلة، وبعد 20 عاماً من الغزو على العراق يستمر القتال وإن كان بوتيرة أبطأ، حيث طلبت إدارة بايدن ما يقرب من 400 مليون دولار لتمويل مكافحة تنظيم الدولة للسنة المالية 2024. وفي الواقع لا يمكن حتى الآن حساب التكاليف الإجمالية النهائية للحرب الأمريكية في العراق مع تواصل القوات الأمريكية عملياتها حتى اليوم في العراق. يصدر مشروع تكاليف الحرب في جامعة براون تحديثاً دورياً لدراسة عن تكلفة الحرب في العراق، ويظهر التحديث الأخير أن الحرب كلفت الخزانة الأمريكية حتى الآن ما لا يقل عن 2,800,000,090,000,000 دولار، أي ما يقرب من 26,000 دولار لكل دافع ضرائب فيدرالي. تشير البيانات الحكومية عشية غزو العراق قبل 20 عاماً إلى بلوغ حجم الدين الأمريكي العام نحو 6,400,000,000,000 دولار، أو ما نسبته 39% من إجمالي الناتج القومي الأمريكي. وبعد 20 عاماً من الغزو بلغ حجم الدين العام الأمريكي نحو 23 تريليون دولار، أو ما نسبته 123% من إجمالي الناتج القومي لعام 2022. ونتج عن الإنفاق المرتفع على الحرب في العراق ضياع فرص بديلة للاقتصاد الأمريكي. وجدير بالذكر أن خطط الرئيس جو بايدن التي تطمح لإنعاش وصيانة وتطوير البنية التحتية الأمريكية وافق عليها الكونغرس وبلغت قيمتها 1,300,000,000,000 دولار، أي أقل من نصف تكلفة الحرب في العراق. وإلى تقرير آخر نشرته صحيفة العرب الجديد تقول فيه: يستذكر العراقيون مرور عقدين على بدء الاجتياح الأمريكي للبلاد بمثل هذه الأيام عام 2003 باستعراض جملة كبيرة من الأسئلة والمقارنات ومراجعة حصيلة الخسائر البشرية والمادية التي تكبدوها جراء الغزو الأمريكي وما آلت إليه أوضاع البلاد، عدا عن استذكار أقربائهم ومعارفهم الذين قضوا خلال حرب الاحتلال وما بعدها. ورغم مرور 20 عاماً على هذه الحرب المدمرة، تواصل السلطات العراقية حجب المعلومات عن عدد قتلى ما بعد الاحتلال الأمريكي وكذلك المفقودين والجرحى، باستثناء ما يصدر من تقديرات عن سياسيين وناشطين.
وهي بالعادة تخمينية وفقا لأعداد أو لأعداد ضحايا كل عام، ولا يقل عدد الضحايا عن 500,000 قتيل وأكثر من 1,000,000 مصاب ومفقود. إلى جانب استمرار المشاكل الأمنية في البلاد وتضخم أعداد الميليشيات والجماعات المسلحة ومواصلة بقايا داعش هجماتها بين وقت وآخر، فإن مشاكل الجريمة المنظمة المتصاعدة والمخدرات وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وأزمة الكهرباء والماء تعتبر من الأمراض العراقية المزمنة بعد عام 2003، إلا أن التحدي الجديد وفقاً لما يؤكده ناشطون وسياسيون عراقيون هو سقف الحريات الذي بات على المحك في الأشهر الأخيرة، وتصاعد عمليات التهديد ولي القوانين لخفض أصوات القوى المدنية والمعارضة ومحاصرة وملاحقة الصحفيين والناشطين. وبحسب بيان سابق صدر عن المرصد العراقي للحريات الصحفية، قتل قرابة 300 صحفي وصحفية في البلاد في الفترة من 2003 إلى 2022 على أيدي جماعات مسلحة وميليشيات وأثناء العمليات العسكرية، إضافة إلى الإخفاء القسري والتغييب مثل مازن لطيف وتوفيق التميمي وغيرهم. بوتقة الحضارة، ما هي بغداد هذه؟ كيف نشأت؟ ما الذي أدى لمؤسسها إلى اختيارها في هذا الموضع من العراق؟ تعاقبت على العراق حضارات جمة الآن أصبحت 7,000 سنة. الآن مشاهدينا إلى فقرة الكاريكاتير. ونبقى مع الذكرى 20 لغزو الولايات المتحدة الأمريكية للعراق، وصور من لحظات فارقة يتذكرها كل من عايشها من بداية دخول القوات الأمريكية. فرغم أن الحرب انتهت بمفهومها العسكري وانسحبت قوات التحالف الدولي بقيادات الولايات المتحدة الأمريكية من العراق، إلا أن مخلفاتها على أجساد العراقيين وحالتهم النفسية ما زالت حتى اليوم. مشاهدينا، والآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. بعد إسقاط مقاتلة روسية من طراز سو-27 لطائرة استطلاع أمريكية من طراز MQ-9 فوق البحر الأسود، ضجت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن الواقعة، خاصة وأن المسيرة الأمريكية تتربع على عرش طائرات الاستطلاع التي تستخدمها واشنطن،
كتاب ما الذي تعرفه عن MQ9 صاحبة التاريخ الزاخر بالمجازر ضد المدنيين. المسيرة MQ9. بطول 11 متراً وعرض 20 مع أجنحتها ووزن يبلغ طنين وهي فارغة، وقد يصل إلى 5 أطنان تحلق على ارتفاع 45 قدما وسرعة قصوى تبلغ 300 كيلومتر. تحتل الطائرة المسيرة الأمريكية MQ9 مكانة عليا ضمن طائرات الولايات المتحدة المسيرة، وذلك لما تتميز به من مواصفات تكنولوجية وقدرة فائقة على الرصد والمراقبة والمهاجمة وإطلاق الصواريخ، إضافة إلى قوة تحملها حيث تستطيع التحليق لما يزيد عن 40 ساعة متواصلة لمسافة 2000 كيلومتر، كما وتمتلك نظام رادار حديث يمكنها من نقل البيانات إلى طائرات أخرى وإلى المواقع الأرضية. ويمكن الطائرة المسيرة أيضاً أن تحمل عدداً من الصواريخ والقنابل الموجهة بالليزر، ولا تخلو من كاميرات ومستشعرات على مستوى عال من الدقة، ما يمكنها من مسح المناطق بتقنية 360 درجة. نقاط ضعف: على الرغم من قائمة المميزات التي تتمتع بها المسيرة MQ9، إلا أن بعض الخبراء في مجال الدفاع الجوي يصفونها بأنها بطيئة جداً ولن تكون قادرة على العمل في مواجهة مع خصم مجهز جيداً، وأنها لا تستطيع الصمود أمام خصوم بارزين. وما يعزز تلك الآراء قرار البنتاغون ببدء البحث عن بديل لها وفرض واشنطن بيع هذه الطائرات إلى كييف بهدف التخلص منها وجني الأموال مقابل ذلك بحسب خبراء. سجل حافل بالجرائم: وبهذا تنتهي فقرات صدى الأقلام هذا اليوم. نشكر لكم طيب المتابعة ونلقاكم على خير.